ورجعنا لكم بعد الفاصل في برنامج فيزيتا على قناة النهار الجديد، ومعايا ضيفي النهارده الدكتور محمد مصطفى. عايز اسالك دلوقتي يا دكتور، ايه الاجراءات المفروض الام تتبعها اثناء فترة العلاج من الحساسية اللي هي بتاعت قلبان؟ انا بعد ما شخصت خلاص ان دي حساسية قلبان، المفروض بقى افويد الاوفنج الرجين، اللي هو انا اشيل من الدايت بتاعه الطفل ده الحاجه اللي هي تسببت له في الحساسيه، اللي هو البروتين البقري. هنا في نوعين، الطفل اللي هو بيرضع رضاعه مطلقه من الام، انا بمنع عن الام اي حاجه داخل فيها البروتين البقري، منتجات الالبان، اي حاجه من الحيوان، اللحوم، اي حاجه داخل فيها جيلاتين، اي مخبوزات، اي بونبونايه، اي شوكولا، اي حاجه ببساطه كده، اي حاجه همسكها. طبعا بيبقى في لسته مكتوبه برضو، مش بعتمد برضو يعني كده تمنع من حاجات كتير، لا لتنبيه الام. بمنع عنها اي حاجه جايه من الحيوان. وطبعا احنا بنقول البروتين البقري لان اللبن الصناعي في مرحله الرضاعه مصنع من البروتين البقري، وقلنا ان هو بيظهر في العام الاولاني وغالبا في اول 6 شهور، فعشان كده بنقول البروتين البقري. لكن اي لبن حيواني تاني بيبقى فيه كروس رياكتيفيتي بين الالبان، يعني لا معيز جاموس، هو كله بنقول اللبن البقري او البروتين البقري استعاضه عن البروتين الحيواني. يعني اعراض الحساسيه دي لو ظهرت بعد سنه ما تعتبرش حساسيه؟ لا، نادرا ما تظهر بعد سنه. هي كده تتشخص كده حاجه تانية. نادرا ما تظهر بعد سنه، ممكن لكن نادرا ما تظهر بعد سنه، ودايما في الـ في الـ في الـ في السنه الاولانيه. فطبعا انا بقوم اشيل من الدايت، امنع من الدايت البروتين الحيواني عن الام، وبديها لسته واقول لها كده ببساطه اي حاجه ده جايه من الحيوان. فتره من 6 شهور لسنه، على الاقل 6 شهور في الحالات المايلد، ممكن لحد المودريت والسيفير اكمل للسنه. يعني اذا كانت نسبه الشفاء في منع ال6 شهور 50% بترتفع ل 88% في لما امنع كمان 6 شهور لمده سنه. فلما الطفل بقى يجي كمان يدخل في مرحله الاكل، انا بمنع عن الطفل كمان، وبستعيد عن كده ان انا بدي للام كالسيوم، ما هو اللي في منتجات الالبان الكالسيوم والبروتين، البروتين بستعيد، يعني في بروتينات تانية موجوده. ان انت بتقولي انا همنع عن الام مش هتاكل حاجه كتيره، الفراخ مسموحه، البروتين النباتي مسموح، لفتره قد ايه الحاجات دي ممنوعه؟ الاسماك مسموحه، يعني ما كانش لا قدر الله بقى حظه انه عنده حساسيه متعدده، دي هنعرفها بقى لو هو لسه منعنا وبيشتكي، فده مع استشاره الحساسيه، اللي لو عنده حساسيه متعدده. لكن لا، بعوضها عن الكالسيوم اللي هو مميز بيه منتجات الالبان، انا بديها كالسيوم وفيتامين دي، وبدي الطفل كالسيوم وفيتامين دي لما بيجي يخش في مرحله الاكل، برضه بمنع عنه بس البروتين الحيواني وبديه. لكن منع متعدد بدون استشاره حساسيه لا، لانه يدخل في سوء تغذيه. لو انا ما اديتلوش، ما عوضتوش عن البروتين اللي انا منعه ده، بيحصل له سوء تغذيه. طبعا في المرحله اللي هو هيخش فيها الاكل، لان كده كده لازم الطفل ياكل سواء عنده حساسيه ولا ما عندوش حساسيه، احنا قلنا لازم ياكل بعد 6 شهور. تمام كده؟ الطفل بقى اللي هو بيرضع صناعي، انا بديله فورمولا خاصه بعلاج الحساسيه، ولما يوصل لمرحله الاكل برضه بمنع عنه، بعد 6 شهور بمنع عنه البروتين الحيواني. بنمنعه لمده قد ايه؟ ما احنا قلنا من 6 شهور لسنه برضه. لحد ما العيل، لو السنه، لو الست شهور خلصت قبل السنه، يعني بفضل ان انا امنع لحد هو، يعني مثلا ممكن يجي لي عنده 3 شهور. الست شهور عن 9 شهور. لو حاله مودريت وسفير بفضل ان انا اكمل لحد السنه، وارجع اجرب بقى ان انا ادخل. طبعا هقول ازاي بندخل الموضوع ده عشان اتاكد، يعني اعرف ان العيل بدا يخف ولا لا. لان طبعا زي ما انت حضرتك منع، بنقول الالبان والسمنه والبروتين ده داخل في حاجات كتيره جدا، فعلشان كده انا عشان اكون راضي ضميري قدام ربنا لازم الاول اشخص صح ودقق مع الام وراجع مع الام، مش وخلاص، لان ده يترتب على منع يعني منتج داخل تقريبا في كل حاجه وفي مخبوزات وفي كله. يعني انا المخبوزات تقريبا بنمنعها كلها ما عدا العيش البلدي، عشان ممكن اي حاجه في الفرن تبقى كونتامينيتد ساجماجون، في الحالات اللي هي الاي جي اي ميديتد سيفير دي، ممكن اي حاجه مدهونه بالبان او كونتامينيتد من الالات بتاعته دي تعمل مشكله للطفل، بالذات في النوع اللي هو اي جي اي ميديتد الشديد ده، لانه بيبقى ممكن يوصل للانافلاكسيس. حتى في التشخيص بتاعه انا مش بدخل وخلاص كده، لازم بقى ستريكت ووتشنج في مستشفى او حاجه، لو انا عايز سواء في مرحله الشفاء او لو انا يعني حبيت اعمل ريانترودكشن، بس يعني
مش بنعملها بسهوله كده في النوع اللي هو بتاع الاي جي اي ميدييتد ده، لانه ممكن يعمل كارثه يعني. طيب فلو طفل بقى بيرضع ميكس بديله الفورمولا جنب لبن الام مع المنع عن الام، تمام كده، والطفل كده كده قلنا لما بيوصل لمرحله اكل بيبقى ممنوع عنه. باجي بقى انا عايز اعرف الطفل ده خف ولا لا، قلنا لما يكمل سنه ويكون فات على الاقل 6 شهور، يعني عشان الكلام واضح برضو لو جالي عندي 11 شهر 10 شهور 9 شهور انا همنع 6 شهور برضو، يعني انت هيكون عنده غير بدا، فبرضه همنع عنه 6 شهور على الاقل. هو فكرتها عشان جهاز المناعه ينسى البروتين اللي هو زعل منه، كلام ببساطه كده. اقل فتره علاج بيكون 6 شهور فبمنع من الاكل البروتين الحيواني، وعشان اللي هو في مرحله الرضاعه الفورمولا اللي هي خاصه بعلاج الحساسيه بيبقى عباره، يعني ربنا خلق البروتين في صوره بولي بالطيض بيبقى فيه هيدروليز يعني بالبلدي كده بيكسروا له لحاجات جزيئات يعني اصغر، وفي فورمولا قايمه على الامينو اسيدز خالص ان هو بيفك كل الامينو اسيد اللي بيتكون منها وحدات تكوين البروتين، فما بيعرفهاش يعني جهاز المناعه عشان ينساها. وبعد كده بقى انا بعد الفتره بتاع المنع دي ببدا ادخل بالتدريج، ادخل الاول اللبن المخبوز اللي هو البيكد ميلك اللي هو في البسكوت في الكيك، يعني دخل الفرن لمده 4 ايام بكميات بسيطه الاول، ببدا الطفل يتحمل 4 ايام، ممكن اكمل لاخر اسبوع عشان اوتش في اعراض ظهرت ولا لا، انا لو ظهرت همنع وارجع تاني اكمل المنع لحد السنه، او اذا كنت كملت السنه برضو ممكن في حالات بتطول ما فيش مشاكل يعني. فبدخل اللبن المخبوز اتحمل، بروح ناقل على اللبن المختمر اللي هو الزبادي برضه، ده اقل ان هو يعمل تحسسا اقل من اللبن البودر الصريح او اللبن الفريش، بدخل برضه بالتدريج بكميات بالتدريج على مدى 4 ايام، وممكن اراقبه باقي الاسبوع لو ظهر اعراض انا برجع، ما ظهرش انا بكمل، بعمل سبستيتيوشن اللي هو احلال الفورمولا الصناعيه لو هو بيرضع صناعي، بان انا ابدا مكيال بمكيال، يعني مثلا بياخد 6 مكاييل من الفورمولا اللي هي الخاصه بتاع الحساسيه، ببدا ادخل اول يوم معلقه من اللبن العادي البودر اللبن الصناعي العادي بقى، متحمل المكيال، تاني يوم اخليهم مكيالين في كل رضعه، تالت يوم في كل رضعه طبعا بعمل احلال لمكيال في كل الرضعات بتاع اليوم مكيال، تاني يوم 2 3 طول ما هو متحمل خلاص، لو وصل ان هو بياخد من الفورمولا الصناعي كله وما تعبش خلاص ده بعتبره خف. ولو طفل بقى بيرضع صدر امه مع ان هو بياكل اصلا مش بياخد لبن صناعي، انا برضو بدخل له قلنا المخبوزات والبسكوت والالبان العاديه برضو لو هو بيبقى كبر يعني عدى السنه فمسموح ليه ان هو ياخد اي نوع بودر يعني لبن او اي نوع لبن. طب موضوع ان الاطفال لما بتاخد لبن صناعي بتتنفخ، يعني دايما تقول لك ايه ابني لما خد لبن صناعي فتحس ان هو تخن فجاه. طب احنا بنتعامل مع بني ادم يعني ربنا قلنا مكرمه، البني ادم ده ليه اطول فتره طفوله ولازم احترمه ان هو يطلع تنشئه صحيحه، ما انا السمنه دي مشكله. طيب في سؤال مهم يا دكتور، في امهات بتعتقد ان اللبن الطبيعي بيكون خفيف وعامل زي الميه، بتقول ان هو مش مغذي للطفل. قال الله تعالى في كتابه الكريم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بالنسبة لكل المخلوقات المولود بيرضع من أمه من جنسه، مش معقول لربنا بعد ما بيقول إن هو كرمنا إن هو هيخلق يعني إن يخلق اللبن ده مش كافي للطفل ده، ومش بتيجي في دماغ يعني لو خدت مثل من الطبيعة مش بتيجي في دماغ أي حد إنه يجيب مخلوق صغنون مثلا خروف إن أنا أرضعه من جمل علشان يكبر بسرعه او اللبن بتاع الام يعني ما فيش حاجه اسمها لبن خفيف ولبن تقيل، لا لا اللبن نفس الغذاء، اللبن وجبه غذائيه كامله وكافيه لحد الشهر السادس ما ينتهي، بعد كده لازم ادخل اكل جنبي، اصبح بعد الشهر السادس خفيف اقدر ادخل اكل جنبي. السادس ولا الرابع؟ بعد السادس هو عشان دلوقتي بياكلوا مغذي ملوخيه من الرابع، هو كافي لحد الشهر السادس. تمام، بعد الشهر السادس ابدا ادخل اكل جنبي، لكن لو انا هدخل في الشهر الخامس والسادس مفيش مشاكل في بعض المدارس ان هو تقول لك تدريب الاكل، لكن ده ما فيهوش مشاكل، لكن هو كافي لحد السادس، لكن انا هدخل جنبه دي حاجه زياده. طبعا وفي حاجه هنا هقولها مهمه، ان مش كل الاطفال زي بعض، بيقارنوا باللي مولود معاه،
جاره او قريبه بيقارنه باخوه اللي قبله، لان تطور عضلات البلع وان اللسان وعضلات البلع ياخدوا الاكل جوه بتختلف من طفل لطفل، ممكن يفضل لحد السادس ما يخلص مش قادر اجديله يشرق يزق لبره، فلازم برضو الطفل معايا يكون هو عنده قابليه لكده، لكن هو وجبه كافيه ومش ناقصه حاجه لحد الشهر السادس. لو لقيت خلل في الوزن طبعا ما باخدش من الام انه مش بيزيد، لان دي عمليا بنقول وزنه كذا وبنكتب في الزياره الجايه بنقول وزنه كذا بيبقى زاد بتقول ده خس، فاقول لها كان كام كيلو طب خس زي ما انا كاتب اهو، فبرضه ما اعتمدش ما اخدش، لان في ناس بتدخل السكه دي ان هو يقول فالتاني يستجيب يعني للكلام، الموضوع مش بالسمع بالمتابعه. هم عايزين ياكلوهم اكل كده هم صغيرين. هو اهتمام، هو اهتمام مش حاجه وحشه ان انا اهتم، لكن اهتم بطريقه صحيحه. لما الاقي خلل ما فيش زياده مش اول حاجه افكر ان انا اروح للبدايل، اول حاجه افكر ان انا اقعد مع الام وعلمها كويس الرضاعه واتابع الوزن مره واثنين وثلاثه. طيب اشوف النتيجه. هسالك سؤال غالبا كل الامهات بيسالوه لك، لو في لبن متحجر عندها ده غلط على الطفل ولا عادي يعني؟ هو بيقول لك انا مثلا يعني كان لاي سبب من الاسباب ده راح حضانه وانا اللبن في صدري خازن، ده مش عارف كان رافض ايه وكان عيان واللبن خازن بقى يومين يضره، او حد مثلا يعني خدت صناعي لاي سبب من الاسباب، فبتعتقد ان اللبن ده كانه هيفسد. لا ما فيش الكلام ده خالص مش صحيح، اديله وانت مطمنه خالص. وفي حاجه اوصي بيها كمان، لو طفل حكمت الظروف وراح محضن، طبعا لو الظروف بتسمح ظروفه بتسمح بالاورال فيدنج بالرضاعه من الام والمكان مجهز بيجيبوا الام ترضع، او لو في امكانيه ان هو بيرضع بنجيب لبن الام، ممكن تعصر الصدر وتحطه في اول رف في الثلاجه 24 ساعه وانقله في كل ما بالبيبرونه بتاعته في كل ما في تلج، وهناك بيحطوه في حمام ميه ميه دافيه بيدفوها، اعمل له كذا يعني ده في حاله المحضر ان انا ممكن انقل له اللبن، لو ده بيبقى السبب ان هو يقول لك انا خدته عشان راح حضانه وبعيد عني. يعني صلاحيه اللبن 24 ساعه بس في الرف الاولاني. في الرف الاولاني تمام. ولو في كمان ام بتقول انا طالبه بروح كليه او شغل مثلا خاص مش بيديها اجازه فتره كافيه، ممكن برضو مش اول حاجه بروح لها استخدام البدايل، اول حاجه بقول لها برضو عصري صدرك، لو انا عارف ان الطفل ده هياخد 3 رضعات في فتره الغياب بجيب 3 ببرونات مثلا وبعمل في كل ببرونه كفء من الرضاعه، لان ما ينفعش اخدها ادفيها وارجع ارجعها تاني، بعمل له كفء لو فات حاجه تتلمي. بجد عايز اقول لك حضرتك شرفتنا النهارده في الحلقه جدا، وللاسف خلصت حلقتنا، وان شاء الله تكون معانا في حلقات جايه كتير. استنونا كل يوم جمعه الساعه 4 على قناه النهار الجديد برنامج بالزيتا. باي باي.